السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا وصباحكم سعيد. تناولت صحف أمريكية مؤخرا اعتماد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن مقاربة التعايش مع فيروس كورونا بدل تشديد الإجراءات بناء على توصيات مستشاريه. هل كان خيارا موفقا أم أنه مغامرة غير محسوبة العواقب؟ لعل الوقت وحده مراد قادر على أن يجيبنا على هذا السؤال وأسئلة أخرى تطرح اليوم عن متحور أوميكرون، وجدل واسع بين مختصين يقولون إنه متحور خفيف ولا داعي للخوف، وتحديدا بالنسبة للمطعمين، وبين منظمة الصحة العالمية التي تشدد على أنه يودي بحياة كثيرين. عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى نحدثكم اليوم، فأهلا وسهلا بكم. تحذير عالمي من توصيف أوميكرون بالمعتدل، لماذا؟ أجهزة كشف المعادن حكايات نجاح. الذكاء الاصطناعي يتصدر معرض لاس فيغاس. أذكركم مشاهدينا دائما بإمكانية المشاركة معنا من خلال صفحة البرنامج والإجابة على سؤال حلقتنا لهذا اليوم. وسؤال اليوم يقول: كيف ندعم المبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة ونحتفي بنجاحاتهم؟ شاركونا عاد السؤال، ودائما نسعد بتعليقاتكم وعلى البث الحي المباشر على صفحة الجزيرة هذا الصباح على فيسبوك. نبدأ جولتنا الصباحية مشاهدينا بأحدث أخبار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون. فقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا في العالم بلغ نحو 300 مليون شخص، وأن عدد الوفيات يقترب من 6 ملايين شخص. وسجلت الولايات المتحدة أعلى الأرقام، وجاءت الهند في المرتبة الثانية.